دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزامي بمراكش الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى تبني هذه الاتفاقية، وذلك خلال افتتاح أشغال الدورة 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنظم على مدى 3 أيام حول موضوع الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية. كما أعرب السيد اليزامي عن سعادته بانضمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا المنتدى وتمثيل بشكل رمزي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمساهمة في إطلاق أسبوع من الأنشطة التي ستعرفها مدينة مراكش. الورشة العلمية التي انضمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالشراكة مع اليونسكو، يعني هدفها هو أنه يعني محاولة يعني أولا رصد التحولات الأساسية في الدينامية الهجرة، يعني ما هي في إفريقيا، لأن هناك تصور عند الرأي العام أنه يعني أغلبية المهاجرين الأفارقه تيروحوا لأوروبا، بينما العكس هو اللي صحيح، 4 ديال المهاجرين الأفارقه على 5 تيبقوا في إفريقيا. إذن دراسة هاد الواقع، التذكير بأهم يعني الدينامية ديال الهجرة الإفريقية، ويعني وكذلك المناقشة مع 30 باحث إفريقي اللي موجودين هنا، يعني الخطوات الأولى البلورة أجندة مشتركة إفريقية للعمل حول الهجرة الإفريقية. حان الوقت يكون هنالك يعني مجهود وتنسيق علمي بين الباحثين الأفارقة للعمل والاشتغال على الهجرة. ويعرف هذا المنتدى الذي يقام برئاسة مشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفيدرالية الألمانية مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين المغربية والألمانية ووزراء ونائبي وزراء من جميع مناطق العالم، وكاد العديد من أصحاب القرار المتخصصين يمثلون أزيد من 100 دولة عضو بالأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أخرى معنية بقضايا الهجرة. كما يتضمن برنامج المنتدى جلسات خاصة حول أرضية الشراكة للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية ومستقبل المنتدى وفضاء مشترك ولقاءات أعمال وأحداث موازية.